وجود الكثير من الألعاب التي تبدأ بداية قوية ولكنها تنتهي نهاية مخيبة للآمال، تظهر لنا لعبة إيفوف التي حققت بالضبط ما تم تطويرها من أجله. استطاعت تيرل روك ستوديوز من خلال خبرتها الواسعة بتصميم لعبة مالتي بلاير بحرفية عالية أنها تمتلك عمقا من ناحية تكتيكية وأيضا شخصيات قوية، وحينما تعتاد على الجيم بلاي ستلاحظ نظام تحكم نادر ما تجده في ألعاب مالتي بلاير شوترز. فكرة اللعبة بأن هناك 4 صيادين يحاولون صيد وحش ضخما، ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة. الوحش يبدأ بداية ضعيفة ولكن مع الوقت يتغذى ويصبح أقوى ويخلق الكثير من التوتر. استراتيجية الوحش تكمن بتحرك بسرعة وحذر ليتمكن من الحصول على الأكل ليرفع من مستوى طاقته ويبتعد عن الصيادين. في لعبة إيفولف يجب أن تكون ملما بتفاصيل الخريطة لتتمكن من تنبؤ بحركات الوحش التي يمكن أن يفاجئك بها مثل التسلق والتسلل. تحتاج الكثير من الصبر لكي تلعب وتتقن طور الوحش، ولكن عندما تتغلب على الصيادين عندها ستعرف أنك تغلبت عليهم بالذكاء، وفي هذا الطور تستمتع وتتمزق الصيادين. عندما تلعب دور الصياد فهدفك أن تجد الوحش الذي سيكون متخفيا في وسط أجواء تنتاز بجماليتها بكوكب شير. في البداية لكي تتمكن من اصطياد الوحش عليك أن تجد أثار أقدامه والطيور الخائفة، هي أدلة واضحة تمكنك من العثور على الوحش. تحتاج أن تتنبأ بالمكان الذي ستتوجه إليه الوحش وأن يكون لديك القدرة على استخدام الكامل لأدوات فريقك. من الممكن تستخدم بعض الحيوانات كطعم وذلك بإلصاق جهاز تعقب لكي تتمكن من تعقب حركات الوحش حينما يأكل هذه الحيوانات، أو يمكن استخدام طائرة بدون طيار للحصول على مكان الوحش. كلما تأخرت في العثور على الوحش كلما ازدادت قوته ويصبح من المستحيل هزيمته. لعبة إيفولف تتميز بتفاصيلها الجميلة التي يمكن ملاحظتها في عالمها وشخصياتها. في شاشة البداية بتشوف تألق الشخصيات الرئيسية بحيث أن كل واحد منهم له لمسة كرتونية فريدة، وبتلاحظ احترافية كتابة النصوص وأداء تمثيل الأصوات من بين محادثات الشخصيات قبل وعند مواجهة الوحش. هناك تميز في شخصية ماجي أكثر من البقية، وذلك يعود لخلفيتها الغنية بالثقافة والتاريخ العريق، وحتى بعد 20 ساعة من اللعب بتسمع أشياء جديدة عنها ما سمعتها من قبل. العبقرية في جيم بلاي للعبة إيفولف أن هناك توافق بين جميع الشخصيات وأن كل شخصية لها أهميتها، مثل مسدس فال ذا تراك جان اللي يستخدم لتبطيء حركة الوحش مما يسمح لجابت أن يستخدم مدفعه الثاقب. قد يكون من الصعب على هانك أن يستخدم سلاحه على هدف متحرك، ولكن بمساعدة أيب حيث أنه يستخدم قنابل تشل من حركة الوحش فيسهل على هانك أن يقضي على الوحش بضربته القاضية. كل هذه الأمور بتخليك تفكر في قرارك عند اختيار الشخصيات وتكوين الأفرقة، حيث لعبة إيفولف مليئة بلحظات وإمكانيات استراتيجية، ولحسن الحظ على تواجد روبوتات الـ AI التي يمكن أن تجرب معاها الكثير من الحركات كسينجل بلاير. تحتاج للكثير من الوقت لتفعيل وفتح كل شيء في اللعبة، فمع 12 صياد وثلاث وحوش قد يستغرق الوقت لفتح إمكانيات اللعبة من بضع ساعات إلى أسابيع، وهذا كله يعتمد على مدى خلفيتك في اللعبة. من النادر الحصول على لعبة مالتي بلاير جيم مثل إيفولف، فكل ما فيها من مهارات وميكانيكية وتصاميم راح يخليك تلاحظ أن اللعبة تم تطويرها بدقة. اللعبة غنية بالميكانيزم والممتع فيها أنك تقدر تلعب كصياد أو وحش. البروغريشن سيستم قد تعرقلك في البداية، بس بغض النظر لعبة إيفولف تقدم لك تجربة نادرة كلعبة مالتي بلاير جيم. للمزيد من التفاصيل والأخبار عن الفيديو جيمز خلوكم معنا على قناة IGN. What you want? Assault! You're not-